حلوة أوي. We are in Egypt and it is the aquarium, Alexandria Aquarium. We can see a tortoise which lives in water. There are a lot of coral reefs. Okay. مساء طيبين يا جماعة. معكم مستر محمد من قناة السادس. مستر محمد، بدأت الأجازة وأقول لكم سنة طيبين، وده النهاردة يوم شم النسيم، والنهاردة إن شاء الله يوم جميل عليكم. زي ما انتم شايفين اسكندرية بلد جميلة، ومش محتاج إن أنا أكلمك عنها، هي بلد جميلة من غير حاجة. قدامكم شاطئ البحر أهوت في منطقة محطة الرمل، زي ما حضراتكم شايفين البحر جميل ازاي وهادي. اتمنى تبقوا مستمتعين بالشكل. سنة طيبين يا جماعة. معكم مستر محمد من قناة السادس. مستر محمد، بدأت الأجازة وأقول لكم سنة طيبين، وده النهاردة يوم شم النسيم، والنهاردة إن شاء الله يوم جميل عليكم. زي ما انتم شايفين اسكندرية بلد جميلة، ومش محتاج إن أنا أكلمك عنها، هي بلد جميلة من غير حاجة. قدامكم شاطئ البحر أهوت في منطقة محطة الرمل،
زي ما حضرتك شايفين البحر جميل ازاي وهادي. اتمنى تبقوا مستمتعين بالشكل. Thank you.
حمر السحر فين؟ حاجات حلوة أوي.